Ajá, en los primeros dos, mi ya después de aquí. Ya, acá es cuando el single. Imagine you win. المية شكلها ما اعرفش ايه ترونها ويبقى زي بوفي. اوكي. هادو اور اسكالو. جبتو يا شمال. هلا. نعم. بقيت اليوم الجميل رجعنا. Subscribe now. Good morning. النهارده رحله جديده في مكان جديد. هنطلع بالبوت, هنروح نكتشف او نتفرج على مخلوقات جديده. حذروا فزروا ايه هي المخلوقات النهارده. اتفرجوا على الفيديو للاخر, ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتتابعوني وتفعلوا جرس الاشعارات, لان الايام الجايه هنزل لكم فيديوهات جديده ومغامرات جديده في التخييم والسفر ولا لا لا اللي انا عايشه فيها. يلا بينا نبتدي فلوج اليوم. ادي بيختار الويب سوت بتاعته وانا خلاص اخترت بتاعتي السايز بتاعي. يلا بينا. احنا النهارده في مكان اسمه لاباز معناه السلام, موجود في باها كاليفورنيا سور في مكسيكو. المدينه جميله جدا يا جماعه, ومميزاتها ان فيها, انتوا عارفين ان انا بحب الرياضه والهيلث لايف ستايل. ناس هنا عماله تعمل سايكلينج, هنا مكان للسايكلينج وراننج وسكيتنج وسكيت بورد. بصوا يعني الحياه جميله جدا, والكافيهات ماليه المكان, والناس قاعده هنا كده بتاكل ومستانسه مبسوطين يعني. الانس من كلمه الانس. فاللايف ستايل هنا يعني انا محب القلب, لان كله كده حاجات مارين لايف ستايل على هيلثي لايف ستايل على رياضه على جري على على على. شايفين هنا قاعدين يا جماعة مستنيين دايما. ادي on time always forever اول واحد بيوصل. اخدنا الويت سوت بتاعتنا ماتشنج بيقول لك عشان ده لونه المفضل. اخدت الويت سوت بتاعتي المقاس. مستنيين بقى الناس التانية وقاعدين هنا على الفيوز. طبعا هنا الويت سوت. هنطلع بالبوت. شايفين الطيارة هناك جماعة. انا مش عارفة انتوا ليه ما بتجوش بها كاليفورنيا سور. المكان هنا جميل جدا. البنينشولا هي معناها شبه جزيرة, جميلة جدا يا جماعة. اللايف البحر غني بالكائنات الحية, الويلز وكل حاجة. انتوا شايفين البنات عمالة تعمل لاين سكيتنج وسكيت بورد. شايفين كيوت عمالين يتعلموا. حلم من احلام حياتي ان انا فعلا اتعلم سكيتنج سكيت بورد واللاين سكيت. شايفين جوال كيوت حلوين. فنفسي قوي اتعلم, بس هنا المكان يشجع لان في مكان مسموح وفي لك الارض يعني متاحه ان انت تتعلمه. وبما ان انا بتعلم حاجات تانية كتير جدا دلوقتي, فاركز بس على اللي انا بعمله دلوقتي مركزة عليه, وبعد كده هشتري سكيت بورد وليا الفور ويل سكيت مش عارفة اسمها ايه, والان لاين اللي هي الاربع التلات عجلات ورا بعض او الاربع عجلات. ايه اكتبوا لي في الكومنتات ايه الحاجة اللي انتوا نفسكم تتعلموها من وانتوا صغيرين ولسه ما جاتلكوش الفرصه ان انتوا تتعلموها. انا جاتلي فتره ان كنت بدرب بنات على ركوب عجل. كنت بدرب بنات هم في العشرينات والثلاثينات والاربعينات والخمسينات, يعني ناس كبيره في السن. وعلمت رجاله كمان, علمت عقيد في الجيش, وعلمت بزنس وومن كتير جدا بقى ستات. كانت واحده يعني عندها شركه سياحه بتسافر, فبتروح امستردام, فدايما وسيله المواصلات المتاحه هناك هي العجل.
قالت لي انا عايزه اتعلم عشان لما بطلع تور معاه بطلع مع تور او بطلع التور بتاعي ببقى عايزه اركب معاهم عجل مش عارفه. وجات لي امهات قبل كده لما بنروح الساحل مع اولادنا ما بنعرفش نركب عجل مع اولادنا فعايزين نتعلم نركب عجل وهما في الأربعين والخمسين وهيفي ويت يعني وزن كبير وزنهم كبير وحاجه فتنس بالنسبه لهم فبدات ادرب. فدي حاجه من الفيوتشر بلانز بتاعتي ان انا اتعلم سكيتنج كل انواعه. رايحين نركب البورد دلوقتي يا جماعه شايفين. عندنا الاوبشن ان احنا نقعد قدام البورد او في الاخر. الاخر يبقى حركه قليله قدام هنا بيبقى في موفمنت اكتر وانا بحب بتاعت البورد بس دول لحقوا قبلنا عشان ادي هنا الصف بيفكر. قعدنا خلاص في الصف التاني بس في ناس حابه تقعد ورا عشان الحركه بتاعت البورد بتبقى قويه ففي ناس بتدوخ وبترجع فاحنا في المكان المظبوط بس احنا ما ناخدش كل الميه في وشنا ونرجع وكده. ¿O quieres uno más chico? Ajá, en los primeros dos mira, Carla. Justo en ese. What are we gonna see today, Adi? Quédense con suéter, sí, con y con teléfono. Ya todos tienen chaleco, ¿no? Sí. Va, son todos jefe, ya. Ya no. Ok, guys. Bueno. Muy bueno. Qué bien. Bueno, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Javi, Javier. Al día de hoy yo voy a ser su guía en el archipiélago Espíritu Santo junto con el capitán Fede. Les vamos a intentar dar la mejor experiencia posible en el archipiélago. Bueno, pues les explico un poquito más de 40 minutos desde aquí de la Bahía de la Paz. Actividad del nado con los lobitos marinos, quieren hacerlo obviamente. Y posterior a esto iremos a una playa donde vamos a pasar el resto del día, ¿de acuerdo? Ya después de aquí vamos a regresar. Esta es una embarcación relativamente pequeña. Hoy no venimos tantos, pero hay que tener cuidado con el. Thank you.
barb. This is a lie. It's cold. The waters, I'm shivering. Imagine you win. Oh my god, and they will come fighting you. Yeah. We lost our snorkel and look at these ones in the fence. We need a tube. Yeah, having a sandbass. I'll bet. Is it on? Yeah. I'm a sea lion. I'm a sea lion. Very deep. Thank you.
glad we didn't go in January, it would have been even colder. It's so cold, I'm shivering. Literally, I'm... Yeah. A nest and like a protection for so many birds and marine animals, including the turtles, crabs, octopuses, different animals. Okay. جماعة خلصنا السنوركل مع سي لاين ودلوقتي وصلنا بيتش جميل. البوت بتاعنا ركن هنا وبيحضروا بقى مكان اللانش. ده اللانش تايم, هناكل اللانش بتاعنا على البيتش الجميل ده. المياه شكلها يعني رهيب, اللي هو التركواز الفاتح قوي ده. لا جميله, شايفين المنظر. عايزين بقى مستنيين الغدا وانا بشرب ما اعرفش ايه, ترونخة. هبقى اعمل عليها سيرش, بس عجبني قوي المشروب ده, زي سباركلينج ووتر مع حاجه كده سيترس, ما اعرفش ايه هو. ترونخة و70 كالوري بس, فحل. كان في ميريندا وبيبسي وسبرايت بس انقطع. خلينا في الشغل المكسيكي. بيحط الامبريلا, الامبريلاز. دلوقتي هيطلعوا بقى الاكل ويبقى زي في كده زي اللي هناك ده. ده جروب تاني. سألتهم ايه ترانخة؟ قالوا لي جريب فروت, عشان كده حبيتها. مي جوستا موتشو, اسمي مو بوينو. حضروا لنا الاكل يا جماعه, ده احلى لحظه في حياتي وقت الاكل. فود از ريدي يا جماعه. How we can prepare? So like, if you want, yeah, a sandwich, you can make it yourself. If you want a ceviche, I will give you the tostada. Okay. Have as much as you want. The only thing we suggest is one at the moment because yeah, it's pretty moisty with the tostada, with the ceviche. Guys, and what is it? When you finish, this is a lion. Right here, okay? Sorry, is pescado or pescado? Pescado, yeah. Gracias. Gracias. Está bueno. Esto ya somos. Hola. عملت ريفيل يا جماعة. الحلو عندهم نوتيلا ومربى, وطلبت واحد. What is called again, Adi? سيرفيتشو. 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 طعمه لذيذ, عبارة عن خضار مع سمك. مع سبايسي كده وشالوت. شالوت اونيون, از ات شالوت ريد اونيون وجرين اوليف. او ماي جودنس. يام يام يام. اليوم الجميل.
جميل. رجعنا لنفس المكان اللي ابتدينا منه الرحله. ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات, ولو عندكم اي اسئله عن السفر هنا اكتبوا لي بالكومنتات وانا هرد عليكم, واشوفكم في الفيديو ده. باي بي سيتي. يا We'll be right back.